تحضير درس الاستنساخ وأهم نصوص علمية حول مراحل النسخ سنة ثالثة ثانوي علوم تحريبية وتقني رياضي. السلام عليكم طلابنا الأعزاء في فيديو جديد في قناة ثقافة قلم التعليمية. سنقدم تحضير درس الاستنساخ مرفق بنصين علمين حول مراحل حدوث عملية الاستنساخ ونص حول ظهيرة الاستنساخ ورسمة خطيطي تفسيري لعملية الاستنساخ. والآن نبدأ بشرح درس الاستنساخ. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام. كمشكلة علمية عامة، ما هو الاستنساخ وكيف تتم عمليته؟ مفهوم الاستنساخ هو ظاهرة حيوية تحدث داخل النواة يتم خلالها عملية التصنيع الحيوي للأورينيم انطلاقا من المورثة للحفظ. يعتبر مقدمة نص علمي حول ظاهرة الاستنساخ زائد العناصر الضرورية. ما الهدف من الاستنساخ؟ الهدف منه الحصول على نسخة من المعلومات الوراثية على شكل أورينيم ينتقل من النواة إلى الهيولة لتركيب البروتين. ثلاث شرطة. ما هو اتجاه النسخ؟ هو الاتجاه الذي تتزايد فيه أطوال الخيوط للأورينيم. والآن سنوضح لكم ما هي العناصر الضرورية لحدوث عملية الاستنساخ. 1. شرطة سفلية لمورثة. 2. شرطة سفلية أنزيم بوليميرز. 3. شرطة سفلية. 4. أنواع منالينيكل يوتيد تلريبيت الحرة غنية بالطاقة وهي يوتي بي، اتي بي، جي تي بي، ستي بي. شرطة سفلية طاقة. والآن ما هي مراحل الاستنساخ وكيف تحدث عملية الاستنساخ؟ في 3 مراحل. شرطة سفلية مرحلة الانطلاق بتعرف لنزيم علي منطقة بداية المورثة فيرتبط بها ليقوم بكسر الروابط الهيدروجينية التي تربط القواعد الأزوتية المتكاملة في إيديل، فتنفتح سلسلتي إيديل. يقوم أون بوليميراز بقراءة التتابع النكليوتيد علي إحدى سلسلتي الإيديل والتي تسمى بالسلسلة المستنخة الناسخة معبرة ذات اتجاه 3 وعلامة نهاية فوقها سهم يشير لليسار 5 ليعمل على تثبيت النكليوتيدات الريبية إمام النكليوتيدات الريبية كنقوصة الأكسجين وفق مبدأ تكامل القواعد الأزوتية جي أندرسكور سي، سي أندرسكور جي، أندرسكور تي، يو أندرسكور. شرطة سفلية مرحلة الاستطلاع وفيها ينتقل إنزيم أون بوليميراز على طول المورثة من 3 بعلامة نهاية فوقها سهم يشير لليسار 5 ويستمر في ربط النكليوتيدات الريبية في شكل سلسلة أورينيم فتستطيل هذه الأخيرة شرطة سفلية مرحلة النهاية وفيها عندما يصل إنزيم أون بوليميراز إلى منطقة النهاية ينفصل عن المورثة وتتحرر جزيئة أورينيم ويستعيد إيديل شكله الحلزوني. شرطة سفلية كاستنتاجات تم استخلاصها من التجارب. والآن مع ما هي مرحلة عملية الاستنساخ. شرطة سفلية اليوان هو الوسيط بين لمورثة والبروتين. شرطة سفلية يتم تركيب أون دخل النوت اللي قوم بنقل للرسالة الوراثية إلى لهيول فهو يلعب دور عنصر وسيط بين لمورثة والبروتين. شرطة سفلية يتم استنساخ أورينيم نطلق من لمورثة. شرطة سفلية أنزيم أون بوليميرز ضروري لحدوث عملية الاستنساخ. لتلاميذ السنة الثالثة ثانوي علوم تجريبية نص علمي حول آلية ومراحل عملية الاستنساخ. التعليمة أكتب نصاً علمياً تلخص فيه مراحل ظاهرة الاستنساخ مبيناً متطلباتها والتكامل بين النكليوتيدات الريبية ونكليوتيدات إيديان. العضوية تركب بصفة دائمة البروتين الذي يساعدها في النمو والبناء، ويتم تركيبه وفق مرحلتين الاستنساخ والترجمة، وذلك بتوفر متطلبات وشروط. فما هي مراحل الاستنساخ وما هي شروطه ومتطلباته وما هي العلاقة بين النكليوتيد تلريبيت ونكليوتيد تيدين وكيف يحدث للتكامل بينهما؟ الاستنساخ ظاهرة حيوية وهي المرحلة الأولى لتركيب البروتين وتتم في مستوى النواة ويتطلب ودي وإنزيم أون بوليميراز ونكليوتيدات الريبية حرة وطاقة تي بي وتتم هذه العملية في 3 مراحل.
المرحلة الأولى والتي تتمثل في مرحلة الانطلاق، حيث أنه يرتبط إنزيم تورين بي على بداية المورثة المستنسخة على رامزة الانطلاق، ويقوم بفتح سلسلتي إيدين عن طريق كسر الروابط الهيدروجينية، ثم يقرأ التتابع النكليوتيدي. ثم إيدمج لنكليوتيد تيلريبيت الحرة الموافقة للمورثي ألمست نسخة لتشكي لسلسلة أورين إم. أما لعلقة بين لنكليوتيد تيلريبيت ونكليوتيد إيدين، فهي علقة تكاملية، حيث أنا يقابلها يو، وتقابلها إي، وتقابلها جي والعكس. ثم تليها لمرحلة الثانية، وهي مرحلة الاستطالة، حيث أنها ينتقل إنزيم أون بي على طول لمورثة المستنسخة، ويستمر في قراءة التتابع النكليوتيدي للمورثة المستنسخة، ويقوم بنفس العمل الذي قام به في المرحلة السابقة. وكلما استمر إنزيم تورين بي في تنقله ازداد طول سلسلة أون إم. وأخيرا مرحلة النهاية، عندي وصول إنزيم بي عند إحدى رمزات للتوقف، ينفصل تورين بي عن لمورثة ألمست نسخة وون يعادت الشكل للروابط الهيدروجينية وتلتحم سلسلتي تدين من جديد ويعادت حلزنها وينفصل أورين إم على إيدين. إذن مرحلة الاستنساخ تتم في النواة، حيث يتم فيها التصنيع الحيوي لجزيئات أورين إم انطلاقا من إحدى سلسلتي إيدين في وجود إنزيم تورين بي، حيث يكون فيه التكامل بين النكليوتيدات الريبية الحرة لسلسلة أورين إم والسلسلة المست نسخة. النص الثاني: نص علمي حول مراحل حدوث عملية النسخ. تتم عملية الاستنساخ على مستوى النواة عند حقيقيات النواة، حيث تركب جزيئات أورين إم بتوفر مجموعة من العناصر وهي مورثة إنزيم بوليمراز، طاقة في شكل أتيبي ونكليوتيدات ريبية حرة. فما هي مراحل حدوث عملية الاستنساخ؟ تمر عملية الاستنساخ بثلاث مراحل، وهي: واحد، مرحلة الانطلاق، البداية، وفيها يرتبط إنزيم أون بوليمراز ببداية المورثة، ثم يعمل على فتح سلسلتي إيدين بعد كسر الروابط الهيدروجينية بين أزواج القواعد الأزوتية، ليبدأ بقراءة التتابع النيكليوتيدي على إحدى سلسلتي إيدين المراد نسخها، على السلسلة لمست نسخة أو للناسخة، من أجل ربط لنيكلي وتيدات الموافقة ولمكملة لها من أجل تركيب جزيئة أورين إم. 2. مرحلة الاستطالة، ينتقل إنزيم أون بوليمراز على طول المورثة لقراءة تتابع النكليوتيدات على السلسلة المستنسخة وربط نكليوتيدات أورين إم وفق تتابعها في سلسلة إيدين، حيث A T C في السلسلة المستنسخة اللي يقابلها U A G في أورين إم وفق نفس الترتيب، وبذلك تستطيل جزيئته. 3. مرحلة النهاية، وفيها يصل إنزيم أون بوليمراز إلى نهاية المورثة، حيث تتوقف استطالة أورين إم الذي ينفصل عن ال وينفصل إنزيم أون بوليمراز لتلتحم سلسلتي من جديد، وتتشكل بذلك جزيئة أورين إم. يتم خلال عملية الاستنساخ التصنيع الحيوي لجزيئات أورين إم التي تنقل نسخة عن المعلومة الوراثية للبروتين المراد تركيبه من النواة إلى الهيولة مقر تركيب البروتين.